مع الحدث مع الحدث. سيدي هذه الزيارة تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة عميد آل البيت وهذا الرائد في ثقافة جديدة شكلت جزءا من الفكر الأردني الفكر الهاشمي في الحكم، أعني به هو هذه الشرعية الدينية التي تعطي بعدا روحيا وإنسانيا للعمل الدبلوماسي الوطني الذي أخذ يتميز في الفترة الأخيرة بالعقدين الماضيين بهذا الدور في نشر مبادرات، هذه المبادرات غايتها ترسيخ القيم المشتركة بين أتباع الديانات لتحقيق ما يمكن بخير الإنسانية. جلالة الملك حفظه الله يزور الفاتيكان مرتين خلال الفترة التي تولى فيها قداسة البابا فرانسيس، يأتي قداسته ملبيا هذه الدعوة لتكون أول زيارة يقوم بها قداسته خارج الفاتيكان منذ توليه السدة البطرسية على رأس الكنيسة الكاثوليكية. هي أول زيارة. الزيارة التي سبقتها كانت إلى البرازيل، ولكن تلك الزيارة كانت مبرمجة قبل أن يتقاعد قداسة البابا بنديكتوس وأن ينتخب البابا فرانسيس، فكانت تلك الزيارة مقررة. إنما هذه الزيارة هي تمت بقرار وإرادة من قداسة البابا، وأعلن في شهر كانون الثاني من هذا العام أعلن أنه مزمع أن يزور الأرض المقدسة. ويبدو واضحا هذا التكريم للأردن، فكان الأردن أيضا أولا في نظر قداسة البابا ليأتي إلى عمان، سيصل في 24 من هذا الشهر. الزيارة مهمة في توقيتها إذا نظرنا إلى المنطقة وما يجري فيها، الزيارة مهمة في توقيتها إذا نظرنا ما يحدث وعاينا هذه المشاهد المؤلمة في المدينة المقدسة وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية. الزيارة أيضا مهمة من حيث الجغرافيا ومن حيث الأهداف، فالزيارة تأتي إلى منطقة ملتهبة وتبتدئ من عمان بهذا الوضوح لتعطي رسالة لنا نحن هنا في الأردن ولأبناء المنطقة وللعالم أن هذا الأردن واحد أمن وإيمان وأمان. يأتي قداسته لكي يعيد إلى الذاكرة اللقاء التاريخي الذي تم بين قطبي الكنيسة المسيحية الشرقية والغربية قبل 50 عاما عندما التقى قداسة البابا بولس السادس مع البطريرك المسكوني أثيناغوراس في عام 1964. طيب. تأتي الزيارة أيضا تحت عنوان ليكونوا واحدا، هذه دعوة إلى الوحدة. وجميل جدا أن نعيش عنوان هذه الزيارة بين عمان وبين الفاتيكان، فكلاهما يقود بمبادراته وبثقله ووزنه الأدبي والإنساني في هذا العالم، يقود دورا بارزا. طيب أبونا أنا سأريد أن أسألك، هل أنت راضي عن التحضيرات على المستوى الرسمي والشعبي والإعلامي لزيارة قداسة البابا لغاية الآن؟ أنا أخي محمد يعني أنا في حديث مع الكثير من الزملاء والإخوان. هذه الزيارة هي الزيارة الثالثة التي أتشرف بأن أنخرط في تغطيتها وفي المساهمة فيها، وللأمانة أقول وعلى أثير محطتكم المحترمة أقول بأن هذه التحضيرات هذه المرة فاقت التحضيرات السابقة.